يجب ابتداء من اليوم إعادة النظر في هيكلة وأهداف بعض الوكالات وبعض الهيئات التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، مثل المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى، الوكالة الوطنية للتهيئة وجذابية الإقليم، المندوبية الوطنية للأمن والطرق، المركز البحث في علم الفلك والجيوفيزيائية، المركز الوطني للأبحاث والتحليل حول السكن والتنمية، المدرسة الوطنية للإدارة، المدرسة الوطنية لهندسة المدن، والمركز الوطني لتكوين أعوان الجماعات المحلية لتدعيمهم وإعطائهم أهداف دقيقة واضحة.